وصل صوتك. عربي، انت من المشجعين التوانسه القلال اللي موجودين في روستنبرغ، كنت حاضر في مقابله الجزائر. اللقطه اللي اثرت برشا كلام الحقيقه وبرشا ضحك، في الدقيقه 86 بالضبط ظهرت انت في تصويره عند القناه اللي نقلت الماتش، قناه الجزيره الرياضيه. شنو اللي صار بالضبط وقت البونتو؟ لا يا اخونا السعودي جاب جنبي قال نحب نهز درابو نتاع السعوديه. قلت له الله يبارك تفضل يجي قل جنبي هزينا درابو نتاع السعوديه. قلنا يعني يحب يوري معناتها العلم تاع السعودية اللي هو يساند في تونس. هذه قلت له تغشوش عليك الجزائري. قال لي انا ما تغشوش. من كلمه لكلمه قعدنا نلوط على البريال. قعدت نحكي معاه هز يده هكا. قلت له والله ما احلاه مونجيلا قداش تعمل فهمتني. قال لي ما يقارب 40 مليون. قعدت نحكي معاه انا عن مونجيلا فهمتني. قلت خلينا نشوف شنو هي حكايه الامير اللي يهديها لنا الامير في الكوب دافريك بالنسبة لتونس. عادي بيه كان فهمت لي نحكيو على مونجيلا ونحكيو على السعوديه ونعطيك الادريس ومن الادريس يعمل هكا وتمركبوت والمساكل. ما فقت بعد شيء. الراجل كي قام منقص مو حديده ما نجموش نشد روحنا. جابش يشد فيا ما نكذبش عليك ماك تعرف تبكي امي ولا تبكي امي. جبت بيه ودسيت وبوني. هو نورمال عاد كان سعوديين خواتنا وطاحوا وطاح صحيح طاح طيحة كيما نقولوا فيها كي الفيشكه. لكن بقينا طاح هكا في الشبكه تشد وما عرفش العصفور. لكن عاد كان اخواننا السعوديين جات شبابه هي راهي جات مزيانه. وراه السعودي المرضي سعودي بقدره ربي المره الجايه باش نطيحوا ملاوي ولا كامروني باش نقمروه بالضبط. كان كل جمعه كل ماتش نطيحوا واحد نوصلوا الكوب دافريك بقدره ربي. فمش قطري في البروجرام؟ والله في البرنامج انا نقانصوا فيه. وقال لك فما عندنا اخواننا واحد كويتي هذا باز معناتها جاي انا نركحوا فيه شاف نحطوا في بلاصته كيما واحد وبشويه بشويه. حتى لو كان قلنا حتى كان ما ماركتش تونس حتى فرصه حتى عاد باش نبارش ندزوه احنا ما علينا على ربي ندزوه مش نسيبه. المهم اول ما نلقاه واحد لابس يعني عمامه من اخواننا الخليجيين رانا باش نرميوه اللوطه في الشبكه خاطر مبروكين علينا هما يتيحوا نحن الماركيو.